يا جماعة يعطيكم العافية وسلام للجميع. احنا هلأ الجو عندنا برا شغلة اسمها بلاك آيس، بدي اشرح لكم عنها لأنها مهمة جدا. بلاك آيس هو أسوأ شيء ممكن تسوق عليه، بسموه بلاك آيس لأنه انت بتشوف الأرض أو الإسفلت بتشوفه بلاك، فبتتوقع انه ما في آيس نهائيا، لكن هو أسوأ ما يكون لأنك انت ما بتشوفه الأبيض الوايت آيس أو الوايت سنو، انت بتشوفه فبتعرف وين تمشي وعارف وين تروح، لكن في البلاك آيس انت مش عارف اصلا وين تمشي وين تروح. فهاي المشكلة الكبرى في البلاك آيس، فالناس بكون مسرعين وما بشوف غير فجأة صار عنده قدامه بلاك آيس. اهم اشي في البلاك آيس انك ما تدعس بريكات، لما تدعس بريك فقدت السيطرة على السيارة. هذا بصير كتير لما بتنزل درجات الحرارة لفوق الصفر، بيصير في شتاء، وبعدين خاصة في المساء، يعني بيصير بين أيام بالنهار بس خاصة في المساء تنزل درجات الحرارة، فالشتاء هذا بتسوي طبقة من الجليد، مش الثلج، الجليد وفوق الأرض، فبتكون سمكها يمكن يكون مليمترات، ممكن يكون إنشات. احنا صار عندنا مرة نزل بلاك آيس وصل لحوالي 3 إنش، بتحكي عن حوالي 10 اقل من 10 سم 7.5 سم، وكان اشي خيالي. فانتبهوا منه، حورجيكم فيديو كيف الناس ما بتنتبه. طبعا هذا اللي ماشي بالشارع في الفيديو يعني فقد السيطرة كمان على حاله، انتبهوا. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل